إلى تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2622 إصابة جديدة وأربع وفيات في ظرف 24 ساعة، فيما تعافى من المرض 1346 شخصا. من جانب آخر، أبرزت الوزارة أن أزيد من 3,525,000 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أزيد من 22,982,000 شخص مقابل 24,597,000 شخص تلقوا الجرعة الأولى.